تعاملوا معنا الشركه بانهم ماشي مسؤولين، انهم باعوا لينا وصافي، يعني سال المهمه ديالهم، يعني دبروا راسكم، صايبوا نتوما، وانا شنو غنصايب انا ولا جارتي؟ كون كان عندي المشكل في داري غنصايب القادوس، كما درت صايبت عاود صلحت كلشي، الانستالاسيون كلشي. شنو راه دارك ملي كتلقى عمرها ما راه مشكله، وسيرتو حنا ملي كنلقاو لاكان، لاكان راه ديفو دو كونستركسيون اصلي من ديالهم، دونك سكيفي راه هايله للسقوط، راه ملي يرش هذاك الشيء غادي يريب. سدي الروبيني ديال الكوش. حنا خلصنا الفلوس ديالنا بالتكرفيس وبلي زانتيغي وبزاف ديال الحوايج باش نعاودوا القوادس ديال لي زيموبل، باش نعاودوا هاد الشيء. اش غادي تعاود؟ غتعاود الصباغه، غتعاود القوادس. كيقول لك عندك ان نون دو غارونتي من بعد الا شفتي في الدار شي حاجه. قولبت فت قولي بالهيل، انا كون ردوا لي فلوسي نسمح في داكشي اللي كاع اللي خسرت، داكشي اللي خسرت في النوطير واللي خسرنا في الاوراق وفي داكشي، ردوا لي على فلوسي. ما بقيتش بغيت انا هذا، وهاد العاليه راه ما ساويه والو. يا العاليه يا العاليه، قالك احسن مشروع اقتصادي في المغرب، كفس مشروع اقتصادي. اش كاين اش كاين؟ كاينين فيت عندي ديال الماء. قالوا لي لا اش من عاليه؟ قلت لهم عاليه. قالوا لي العالية راه لا غارونتي عندكم يوناني. او علاش كاين شي كونستركسيون فيها يوناني دو غارونتي؟ سي مال انطونسيوني. هو هاد الفويت اللي في هاد الدار هادي، انت عينا من شهر جوج وحنا طالعين هابطين، تيقول لك واخا حنا غنصيفطوا لكم. جا واحد صور ما دار معنا حتى شي حاجه، جا صيفطوا شي مهندس رجع لك شي. انت كتشوف الحاله، يعني راه كنا كنلقاو الماء والخنز وداكشي تيطيح، انت كتشوف كيفاش دايره الدار. ويعني حنا باغينا كنا جايين باش نصلحوا نصبغوا نسكنوا هذا، تلقينا صافي. في الاول كيقول لك ما تعاودوا حتى شي حاجه، سني على هذه ما تزيدي ما تنقصي، ما درنا حتى شي حتى شي اصلاح والو، وداكشي الدار كانت غادي تريب علينا. من عند العاليه هاد لي زابارتمون اللي كانوا كيشكروهم بزاف ايتو، دونك من بعد 2017 حنا مؤخرا في جانفي شتا لي صبات كثيره، كنا عيطنا ليكسبير ديال لاسورونس ديالنا اللي جا ودار المعاينه ديالو، قال لينا راه المشكل ما كاينش عندكم، راه المشكل جاي من لاكين. غادي تشوفي السانديك هو اللي غادي يشوف مع الجيران باش يعرفوا المشكل اكزاكتومون اين ايطاج كاين. اتصلنا بالسانديك، جا عندنا شاف داكشي، قال لينا ما نقدر ندير حتى شي حاجه. عاودت عيطت للعون القضائي باش ندير معاينه، لانه حتى شي حد ما دوا معانا ما عطانا وقت ما جا شاف. عاودت عيطت للعون القضائي اللي جا وشاف ليا ودرت وثائق قانونيه، مشيت حطيتهم عندهم في البيرو دوميسيلياسيون اللي كاين في انفا، عندي الوثائق كلها اللي كتبت هادشي. كنديروا لي ريكلاماسيون بار تيليفون، كنديروا دي ريكلاماسيون في لي بيغو قدام الناس اللي كيشريو، كنشكيو قدام الناس اللي كيشريو باش يعرفوا الناس اشنو كيشريو. ما حتى شي حد ما عطانا شي ريبونس، حتى مؤخرا اللي جا اكسبير من عندهم، جا لو سيرفيس ابري فونت، جابوا الناس اللي صوروا لينا الدار ومشى، ما دار لينا حتى شي حاجه. قال لك انا غنصيفط هاد لي فيديو لا ديريكسيون. تسنينا من بعد جابوا ان انجينيور اللي تا هو دار لينا اون فيزيت وشاف هادشي، طلع شاف السطح قال لك هادشي راه ما خاص، راه الكاتريام اللي عنده لافويت. شفنا مع الكاتريام، حلينا الدار ديال الكاتريام، عدي لي فيديو ديالو مني. لقينا لو بروبليم في لاكين، كيف قال لينا ليكسبير ديال لاسيورونس واللي ما بغاوش يفهموا، قال لك لا ليكسبير غير قال لك هذيك الهضره. دونك مني تيقنوا بانه المشكل كاين في لاكين، قال لك واخا غادي نعطيوك بما انك درتي اون ريكلاماسيون، غنعطيوك ورقه اللي كدلي على لا ريبونس ديال المشكل، غنعطيوك اجابه على هاد الشكايه اللي درتي. كنتسنى صيفطوا لي اميل، لو كوفر با لي ديغابي او لو تكنيك
et que le projet est en exploitation depuis plus de 5 ans. قال لك بانه المشكل كاين ما بين 3 و 4 او نيفو دو لاغين وحنا ما مسؤولينش على هاد القوادس. حنا خلصنا الفلوس ديالنا بالتكرفيس وبلي زانتيغي وبزاف ديال الحوايج باش نعاودوا القوادس ديال لي زيموبل باش نعاودوا هاد الشيء. اش غادي تعاود؟ غتعاود الصباغه، غتعاود القوادس. كيقول لك عندك ان اون دو غارونتي من بعد الا شفتي في الدار شي حاجه يقدر يجي عندك سيرفيس ابري فونت. سيرفيس ابري فونت كتمشي عندهم اصلا البيغو اللي كتشري من عنده سدوه، البيغو اللي كاين هنايا دو ليفريزون كيسدوه. حنا كنمشيو عندهم البيغو اللي كاين حدا القنطره اللي كيبيع مشروع اخر. ملي كنقول لهم حنا راه تماريس ان وفيه مشكل كيقول لك نتوما شريتو في 2017 كانت عندكم ان اون دو غارونتي صافي سالات. حنا لي ما بلعدنا في ان اون دو غارونتي. شريت عند العاليه تماريس ان، كنت نظن بانها زعما كاينه مشروع مزيان شكروا فيها الناس اللي تيبيعوا فيها وداك الشيء وبانه احسن سكن اقتصادي. الساعه لقينا العكس. ملي شريتها وداك الشيء سديت في 2017 في الاخر شهر 11. المهم بقيت حتى لهذا العام في شهر 6 بحال ما هكا بديت نصلح في الدار وداك الشيء. قلت صافي راه يعني كاع المشاكل راه ما كاينش فيها المشاكل نصلح. خسرت على داري وداك الشيء صلحتها مزيان. تنكتشف في شهر 1 بانه انفويت. كنت نسحب جارتي اللي عندها المشكل منها، مشيت دقيت عليها وهضرت معاها قلت لها فوالا صلحي راه عندي المشكل. تنكتشف بانه المشكل راه من ماشي عام حتى هي عندها كثار. ولقينا ان الجيران كلهم نفس المشكله. ملي بقينا تنديروا شكايات للشركه وتنمشيو تنسولوا حتى حد ما داها فينا. قال لنا لا راه عندكم عام ديال الكارونتي وما يمكنش. كاين شي عام بحال شارين ثلاجه ولا ماكينه الصابون، هذا الشيء راه ما يمكنش. هادشي شي حاجه ماشي نورمال. جابوا شافوا داكشي ولكن حتى حد ما داها فينا ما والو. ملي بقينا درنا حنا والجيران وجبنا معلم وداكشي بقينا تنصلحوا. عندي انا الاثباتات، جبت درت فيديوهات على الماء اللي تيهبط وداكشي والخنز والريحه وتفاردنا. ومني هرسنا في التروازيام ما بين التروازيام والكاتريام حفرنا لقينا بان القوادس قادوس محطوط على قادوس وما ملاقينش. يعني داك الماء من النهار الاول هو فين ما تيهبط تيهبط في الحيوطه. يعني الحيوطه دابا شربوا الماء مزيان شبعوا. يعني ما نقولكش يعني كون خلينا هادشي راه خطر تيهدد الناس انه يقدر يوقع هادشي كيما وقعوا بزاف د الموبلات طاحوا ورابوا. كتشري غير مولينكس ولا كتشري كويزينيغ ولا شي حاجه كتكون عندك فيها غارونتي. حنا دار فيها ان اون دو غارونتي. واش حنا غنعاودوا القوادس؟ واش الجيران في طاقتهم انهم يعاودوا القوادس؟ راه عيب وعار هادشي، راه حرام حرام. كنطلبوا في الناس، السيده سادت دارها وغايبه على برا ما كايناش. كنطلبوا في الناس ما لقيناش. حنا تشاركنا دابا وصيبنا هادشي، ها هو الشيء صيبناه. ما بقاش الخنز، ما بقاش هادشي. هاد الدار ما يمكنش نسكنوا فيها. هيا الفراش مجموع، كلشي مجموع، ما يمكنش تسكن فيه. انا كنحل ما كيهبط عند السيده. واش انا ما عارفاش المشكل فين كاين؟ فين غنصلح؟ اشنو غنصلح؟ واش القوادس ديال داري ولا ديال التحلو ديال ولا ديال الفوق؟ احسن سكن غتكون هاد العاليه وفيها مشاركين معاك. على ما قلنا حنا واحد الامريكانيين زعما امريكانيين ياك امريكانيين معانا. وقلنا صافي هادو راهم غتكون يعني خدمه زعما مزيانه وداكشي وسميتو غادي تكون كيشكروا لنا بزاف في الحاجات. ويني ملي سكنت لقيت حتى حنا هادي عفوا هاي حاطينها شفتي هاي حاطينها في الشوطه. مشيت للملك انا هاد واحد عاوتاني هنا تيسيل هذا تيسيل. شوف كيف داير عيق صدير. يعني حتى شي خدمه حتى شي حاجه ما لقينا في داك الشيء اللي كانوا كيقولوا لنا راه غادي تكون هادي حتى شي حاجه في هاد الشيء اللي قالوا لنا والو. قالوا معنا الشركه بانهم ماشي مسؤولين انهم باعوا لينا وصافي. يعني سال المهمه ديالهم. يعني دبروا راسكم صايبوا نتوما. وانا شنو غنصايب انا ولا جارتي؟ كون كان عندي المشكل في داري غنصايب القادوس كما درت صايبت عاود صلحت كلشي الانستالاسيون كلشي ولا عند جارتي. ولكن راه الموبل كله راه من الكاتريام وداك الشيء هابط علينا الماء. والجيران انهم ما ساكنينش فهادشي ما كاينينش. وحده في الطروازيام ساد راه باقي ما حليناش واحد الدار ما كايناش، كاينه عايشه في كندا. يعني حاولنا ان حنا نتصلوا ونقلبوا والو ما عطاونا لا نمرتها لا حتى شي حاجه. لدرجه انه
درنا مع الجار اللي في الجهه الاخرى اللي ماشي فوق مني تا هو في الطروازيام هو اللي ريبنا من عنده ولقينا المشكل، لقينا داك المشكل ديال داك القادوس، يعني ما بالك لقاو قوادس اخرين في بلايص اخرين. هذه لاقي نشوف اشنو طاري فيها، يقدر الجهه الاخرى في الموبيل فهمتي نفس المشاكل وما عرفناش دابا اش غنديروا. مشكل هادشي ولا تيخلع، يعني هادشي ريسك، يعني يقدروا حنايا باركين يقدر يريب علينا هادشي. تصور شحال من شحال دابا شحال من عام تروازون دابا الماء تيهبط من نهار فين ما تيتحل الروبيني، لدرجة أن عندي شي فيديوهات جارتي الفوق في الكاترياب كنت وقع معايا مشكل في رمضان فهمتي، تصونيت عليها وتخاصمت أنا وياها على قبل هذا المشكل، تتصبن هي تيهبط عندي الصابون هنا تدوش تيهبط عندي، وعندي هذا الشيء الدلائل وجبت أنا عون قضائي وصورت هذا الشيء وهذا الشيء أنا قلت لهم راه ما غنسكتش عليه، نوصل أنا ويا المحكمة فيما بغاو حيت هذا الشيء حقي، سينو ردوا لنا فلوسنا علاش يضحكوا علينا، هذا الشيء نصب واحتيال. قال لك العاليه اش من عاليه هذه، هذه راه ما عاليه ما والو، كون عرفنا هذا الشيء ما نشريش انايا ولا نشري في اي شركه وما يطراش ليا هذا الشيء، كون عا كان مشكل بسيط نقولوا اييه، ولكن هذا راه مشكل راه كله راه الموبل كله يقدر يريب علينا. راه عيب هذا الشيء، هما لي زيميل هما لي الوثائق القانونيه اللي عندي كلهم ما كيخسروا عليك حتى شي حاجه، ما عطاونا في الاخر مني دويت معاه قال لي ساليتو شريتو في 2017 عام ديال لا غارونتي فتوها تكلفوا نتوما وصيبوا راه ما غيتقمش عليكم بشي حاجه، هادشي اللي قالوا لينا. حنا صيبناه دابا، حنا ما عندناش مشكل، راه الصوره ديالكم اللي كتخسروها، واش حنا شرينا من عندكم دار باش تقولوا لينا بسلامه؟ واش ايمابل اللي خلصناه بالثمن غتقولوا لينا عام ديال غارونتي؟ عيب.